مرة تانية بنستكمل حوارنا مع حضراتكم. رجعنا للمزيد من المعلومات والتفاصيل في هذا الحوار عن البيتكوين، عن العملات الرقمية، عن استغلالها في عالم الجريمة وتحديدا العمليات الإرهابية، وده ما تم رصده فعلا وما تم البت فيه في أكثر من عملية إرهابية تمت في العالم من خلال البيتكوين. بجدد التحية بضيفتي دكتور دلال، وعلشان استثمر الوقت المتبقي قبل الفاصل كنا بنتكلم عن مواجهة الأجهزة الأمنية لمثل هذه التقنيات واستخدامها في العمليات الإرهابية من قبل عناصر إرهابية بتأخذها كباب خلفي للتمويل بشكل سري وفي الخفاء. الحقيقة هو بداية بالتعاون ما بين الشركات الإلكترونية الكبرى وما بين بورصات التداول وما بين الأجهزة الأمنية وتحديدا الأجهزة الاستخباراتية وخاصة المسؤولة عن المعلومات. حقيقة يعني العمليات الإلكترونية في حد ذاتها ما اقدرش اعتبرها شر، لكن اعتبرها انها شيء قد يكون ايجابي ولكن يساء استخدامه. وبالتالي التعاون هنا ماشي في اطار ازاي الحد من هذه السلبيات، ازاي مراقبتها، زي ما قلت لحضرتك ان هي مراقبة التراكينج او سير المعاملات عليها من خلال اختراق ولو عناصر في النظام. الأجهزة الأمنية بتسعى إلى توظيف قدراتها التكنولوجية يعني اختراق النظام والتعامل معه لمتابعة سير العملات، لأن هو النظام بيتيح معلوماته لأعضائه، وبالتالي مراقبة العمليات المشبوهة. والفعل بعض العمليات اللي تم إحباطها وفرت بعض المعلومات، فإحنا نقدر نعتبرها يعني بارقة خير لهذا الأمر، خصوصا إن في إدراك من الدول إن في تحدي كبير لسلطتها، غير بس المراقبات الأمنية وغير مواجهة النشاط الإجرامي، لكن سيادة الدولة نفسها بتفرض على الدول في المرحلة القادمة التعاون. طبعا ليس كل ما تقوم به الأجهزة الأمنية يتم إعلانه، لكن أكيد. الحقيقة ان بدت تبقى في بعض الامور، لان مثلا من السنه اللي يعني رغم ان انا يعني سعر البيتكوين ارتفع كتير، يعني يمكن بدا كان ب 6 سنت في 2009 وصل لحوالي 19000 دولار السنه اللي فاتت، بدا يحصل تراجع نسبي في هذا المعدل، وده خلى البعض يعني يبقى في تذبذب في هذه الاسعار. ما كانش هيحصل هذا التذبذب لولا ان في مواجهات وفي رصد لبعض الانشطه. يعني اذا كان في تحقيقات وبعض الشركات الالكترونيه قدرت انها توصل لتتبع عمليات تواصل وترتيب لعمليات ارهابيه تم فيها العملات الافتراضيه، ده معناه ان في نجاحات. يمكن احنا محتاجين نجاحات اكبر، يمكن محتاجين تعاون اكبر ما بين الاجهزه الامنيه وما بين التشريعات الدوليه كمان، لان احيانا الدول التي تحظى عايزين قوانين او عايزين تضافر دولي طبعا. يمكن فرنسا عملت تجربه لطيفه جدا انها بدات تشكل لجنه ازاي تقنن عمل او التعامل بالعملات الافتراضيه ليكون جزء من النظام الصرف الرسمي. إذا نجحت في ده، ويعني أظن إن هي في تعاون أوروبي معاها، ممكن التجربة تعمم وممكن إنها تبقى على مجال دولي، خصوصا إن إحنا أغلب دول العالم بتتعامل بنظام صرف تقريبا واحد. فطبعا هنا إحنا محتاجين إن إحنا نغير من طريقة التعامل، خاصة وإنه في زي ما حضرتك قلتي دول منعت تماما زي الهند التعامل بيها، وفي دول حرمت طبعا لانه هي بالاساس بتدعم الارهاب. يعني في حالتين مثالين، ان احدى الدول وفي دول يعني بتحاول انها توزن المعادله. احدى الدول الاقليميه بدات بالفعل تطرح عملات افتراضيه وبدات تحط لها مقابل الوحده من هذه العمله بواحد جرام ذهب. هذه العمله لسه لم تلقى رواج، لكنها عمله من دوله اقليميه تتهم بانها دوله راعيه للارهاب، وبالتالي هي تسعى لكن عملية لمواربة أو مداراة هذه التعاملات بعد كشف تمويلها الرسمي لتنظيمات إرهابية. طيب عملية المحاولات من بعض الدول لاتزان المعادلة دي بقت بالفشل؟ طبعا، لانها ملهاش اي نتائج. الفشل هي لازم اصل عشان تتم رواج نظام لازم يكون له قاعده مستهلكين. اذا اغلب الدول لقت نفسها ستدار من هذا، والافراد لقوا روحهم هيداروا بملاحقات قانونيه واتهامات هم في غنى عنها، هذا النظام او سيجد يعني هينحصر المستهلكين ليه، وبالتالي ينعزل. يعني انا مش هقدر ما اقدرش اقول ان العمله قيمتها هتزيد لو ما فيش طلب عليها.
تمام. او لو انا هضطر ان انا احط قواعد محدده وملزمه للي هيتعامل بالعملات الافتراضيه، انه يكشف عن نفسه، يكشف هو هيوجهها فين وهيعمل بيها ايه، وبالتالي انا هستفيد هنا من المزايا وهحد قدر الامكان من المخاطر. في جزء تاني غير الجانب الامني، ويمكن يعني يعني عند الاعلام له دور كبير في ده، يعني يمكن انا بحيي حضراتكم، كان المفروض اقول لك ده حقيقه في بدايه البرنامج، انا بحييكم على اختيار الموضوع، لان يعني رغم ان احنا في فتوى بعدم تداول وتحريم يمكن استخدام هذه العملات، لكن زي ما قلنا ان اللي بيستخدموها في الاغلب تنظيمات ارهابيه في الوقت الحالي او نشاطات اشبيه، فبالتالي بيتعاملوا بيها. التوعيه بده، توعيه بالمخاطر، لان في تم على مستوى بقى المعاملات اليوميه عمليات نصب باسم البيتكوين. ده على مستوى بقى الافراد طبعا كمان بيتنصب على ناس. المشكله ان في تحت اسم البيتكوين، المشكله بتقول له مثلا والله هناخد منك ما قيمته 20,000 دولار وهجيب لك حاجه هتبيعها بعد اسبوعين باكتر من كده، فالناس بتدفع الفلوس وتحصل نصب عليها ما ياخدش بدلها حاجه. فالتوعية هنا بالموضوعات الجديدة، لأن الموضوع كل بقى كده ليه مشاكل كتيرة جداً على كافة الأصعدة. أنا بشكر حضرتك على التفسير والفهم والتوضيح دكتور دلال محمود، مدير برنامج الأمن والدفاع بالمركز المصري للفكر والدراسات السياسية والاستراتيجية. شكراً جزيلاً لوجود حضرتك معنا، وبشكر حضراتكم جزيل الشكر على كرم المتابعة، وتصبحوا على خير.